ومن جوبا ينضم إلينا أحمد العربي مراسل الغد. أحمد، أطلعنا على تفاصيل هذا الاتفاق. نعم، الحكومة السودانية وسائر دارفور الحركات الخمس وقعوا قبل قليل على اتفاق الترتيبات الأمنية الذي يجيب على كثير من الأسئلة ويلغي تماما مسألة الحرب المشتعلة في الإقليم التي اشتعلت في العام 2003. هذا الاتفاق أيضا يضع النقاط الأساسية والطريق الأساسي الجيوش المختلفة الحركات الخمس، حيث أن كل هذه الحركات لديها جيوش خاصة بها. سيقوم هذا الاتفاق بترتيب أوضاع الحركات ودمجها في الجيش السوداني بطريقة محترفة، بحيث يمكن لهذه الجيوش أن تصبح جيوش منظمة تحت إمرة الجيش السوداني وفق توزيعات الجيش السوداني. أيضا الترتيبات الأمنية والتوقيع على هذا الاتفاق يمنح هذه الحركات فرصة المشاركة في القوات المشتركة.